السلام عليكم. جميع وسائل الإعلام في الولايات المتحدة مهتمة بخبر أحمد شعبان السائق المصري الذي أنقذ الموقف ومساعدة رجال الشرطة بعد ساعتين من مطاردة 40 شرطي أمريكي زائد طائرة هليكوبتر زائد غرفة عمليات، كلهم بقالهم ساعتين بيحاولوا يمسكوا واحد مطلوب هارب بعدة جرائم من ضمنها جريمة قتل ومطاردة هليودية في الشارع، هليكوبتر من فوق وطيارات من تحت ويجري يمين ويجري شمال وخبط، موضوع كبير جدا ومش عارفين يمسكوه. يعني انت دلوقتي مطاردة لمدة ساعتين، يعني انت ممكن تخش السينما تتفرج على فيلم وتطلع والمطاردة الحقيقية شغالة بره، يعني دي المفروض التصوير بتاعها يخش في فيلم جديد. تنتهي ازاي؟ احمد شعبان خلص الموضوع. احمد الشعبان ده سائق مصري، سائق شاحنة، شايف المطاردة من بعيد ماشي الراجل في حاله، فلما لقى الموضوع بيقرب 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 حط التاتش بتاعه، الناس بقى لهم ساعتين قاعدين يجروا وراه، هو راح جاي بس مديله خبطة صغيرة كده بالرفرف من قدام كده على اليمين، هو جاي قدم شوية وراح مديله حتة كده زي ما يكون ايه اداله حتة بالدماغ خفيفة كده، ركنوا على الجام طبعا معاه شاحنة ضخمة، والتاني جاي بيجري بقاله ساعتين جاب اخره معاه، خبطوا خبطه كده بالرفرف من قدام ركنوا على جنب، وعشان ما يحاولش يهرب تاني راح قاطع عليه الطريق خالص. فالشرطه لقت الموضوع سالك، نزلوا بس جابوه وحطوه في العربيه عندهم والموضوع خلص، فالراجل عمل انجاز، فمن بعدها بقى بطل قومي، راجل شجاع ما خافش ما عملش. يعني اكيد قابلته في المطارده دي عربيات كتير جدا امريكيه وشاحنات كتير جدا، ما فيش حد حاول يقطع عليه، كله بيخلع الموضوع بينه وبين الشرطة. لما احنا عندنا مفيش الكلام ده، احنا عندنا الناس مخلصة قوي، دخل خلص الموضوع اداله حتة كده على جنب راكن وقال له بس ريح بقى انت عمال تلفلف طول النهار، ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده عندكم في امريكا، انما احنا بنخلصوا الحاجات دي وقتي. فمطاردة بقى لها ساعتين، فالراجل خلص معاه في الاخر. فسئل في عدة قنوات من ضمنها قناة سكاي نيوز، فالمذيع بتقول له انت يعني ايه يعني ازاي يعني ما خفتش كده ودخلت، لا لا ده الموضوع بسيط، يعني انا خدمت في الجيش المصري واحنا اتعلمنا الثبات الانفعالي وما نخافش من المواقف اللي زي دي وعدم التردد، يعني تاخد القرار الصح وتنفذه على طول، التردد ده بيضيع الدنيا، ثانيه بتنقذ ارواح. فالراجل محترم وتمام واصبح بطل قومي عندهم وطلع في قنوات كتير وكله بيتهافت ان هو يعمل معاه لقاءات، فيعني مثال حلو عندنا. شكرا.